أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. تنطلق رحلتنا إلى جبل إيزوغال رفقة أعضاء هذه المجموعة، يقودها إلياس مسطول في اتجاه الجليد الذي نحن الآن في مكان تواجد سقطة الثلج بجبل إيزوغام، وأخيرا تصل الحافلة. كما تشاهدون ها هي المياه هي في الرجوع الزائدة، تشكلت على شكل مجاري نهرية صغيرة وجداولها يا الروعة. وها هما فريق الرحلة الاستكشافية في أعلى جبل إيزوغام رفقة فريق الرحالة، رفقتنا عبد الحميد بن شقرون سائق الرحلة، وإلياس مسطول الموثق، وها هو مثقف. انظروا إليه يا الروعة، إنه يأكل الثلج. شو تسوي يا شيخ؟ الله أكبر. شكون؟ فاضل. شي كامل يا شيخ. إي والله كنت غضبان مرة متسانس مع جبال الرملة.